أغذية الوزراء الأمنية تقع مسؤوليتها على الكتل السياسية. بالبداية مثلا كان منصب لوزارة الدفاع للقائمة العراقية، والقائمة العراقية رشحت مرشح معين وتم التوافق على هذا المرشح، وبالنتيجة وبعد أيام وشهور طويلة القائمة العراقية قامت بسحب هذا المرشح. بعدها قدمت مرشحين، والمرشحين عليهم يعني فقرات غير دستورية، مثلا عدم مطابقتهم لمواصفات مساءلة وعدالة وأمور أخرى. فالحقيقة يعني الكتل السياسية وتتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الجانب، مسؤولية الوزراء الأمنيين وتعيين وزراء الأمنيين. وأعتقد القائمة العراقية يعني تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بهذه القضية. والحقيقة المشكلة بالعراق، المشكلة بالعراق يعني مشكلة المحاصصة والتوافق، يعني هذا بحد دورها، خصوصا بوكلاء الوزارات وبالقضايا المهنية الأخرى. يعني يجب أن نتجه إلى تغيير المحاصصة والتوافق ورأي الكتل، يعني يجب أن نتجه الوزارة يدرونها وكلاء الوزارات، وكلاء الوزارات يجب أن يكونون مهنيين عاملين في نفس الوزارة لسنوات طويلة.